اه طبعا نشوف الكابتن محمد وقال فتحي ايه رئيس لجنه المسابقات. طبعا احنا كلنا اتفرجنا على المباراه. نعم. بعد طرد اوجستي حصل احتكاك ما بين جمهور نادي الزمالك علما ان المباراه بدون جمهور. نعم. المباراه كانت في ملعب نادي الزمالك. نعم. فهو طبعا دخل جمهور من نادي الزمالك وده مخالف للروائح. نعم. المباراه كانت بدون جمهور لعدم وجود موافقه امنيه. نعم. لان ملعب صاله نادي الزمالك غير مجهزه لاستقبال جمهور. هل نفس الامر هينطبق على مباراه الاهلي القادمه؟ الاهلي والزمالك؟ لا، مباراه الاهلي القادمه الاهلي هيلعب في صاله حسن مصطفى. فصاله حسن مصطفى تستوعب جمهور. نعم. هو الامن بيوافق على الصالات دلوقتي حسب الاشتراطات الامنيه للصاله نفسها. نعم. وهيبقى في جمهور من الاهلي ومن الزمالك يعني. نعم. او نعم. عدد محدود 150 فرد كما حدد الامن بالظبط، 150 فرد النادي الاهلي و150 فرد النادي الزمالك. نعم. هل ده ممكن يخليكوا تعيدوا النظر في لعب المباريات في صاله الاهلي او في صاله الزمالك؟ طبعا احنا بنحاول نبعد عن الموضوع ده، لكن هي عندنا نظام المسابقات في نظام دوري مرتبط او في دوري السوبر بتبقى كل نادي بيحدد صالته. نعم. بياخد الادفانتج بتاعه، بيبقى دايما مباراه ذهاب واياب. فطبعا نادي الزمالك بيحب المباراه على ملعبه بيتمرن عليه برضه، وكذلك نادي الاهلي. نادي الاهلي اختار صاله حسن مصطفى لان اليوم ده هيبقى فيه جمعيه عموميه يوم الجمعه. مظبوط. نعم. في النادي الاهلي، فمش هيبقى سهل جدا اللعب في الصاله. فاختاروا صاله حسن مصطفى لان احنا نادي الزمالك ما رضاش يقبل المباراه طبعا عشان ياخد الادفانتج بتاعه. نعم. كما هو متبع يعني في مباريات البصر. فنادي الاهلي اختار صاله حسن مصطفى ان هو يلعب عليها المباراه القادمه يوم الجمعه القادم ان شاء الله. فطبعا احنا مباراه الاهلي والزمالك بيبقى ليها جماهيريه خاصه. طبعا طبعا. وضع خاص، واحنا بنراعي الكلام ده وبنحاول يعني. النهارده المباراه بدون جمهور، احنا استغربنا ان في جمهور دخلوا بعدد. ليه ما منعتوش المباراه انها تبدا؟ ليه ما يعني ما اكدتوش على الحكم انه ما يبداش المباراه الا لما الجمهور يخرج بره؟ المباراه توقفت بالفعل بعد الاحداث. بس بعد الازمه يا كابتن. بعد الازمه، ما هو الحكم المفروض كان يخرج الجمهور. نعم. حاول يخرج الجمهور. فالجمهور راح خرج وبعدين راح داخل تاني. نعم. تمام. نعم. طبعا بعد ما حصل احتكاك. نعم. طبعا اضطر انه يوقف المباراه والنادي الاهلي اعترض. طبعا لوجود الجمهور، لان المباراه بدون جمهور. مضطر يوقف المباراة وبرضه عشان يستكمل المباراة. حد يقول لي الكلام اللي سمعته من رئيس لجنة المسابقات يديلك أي إحساس إن في عقوبات هتوقع على النادي الأهلي؟ وأن ينجو نادي الزمالك إلا من 30,000 جنيه عشان جمهور دخل شتم وتحرش وعمل. أنا عايزك تجيب لي الصورة اللي هي فيها اوجستي والحكم بيشاور له على بره، وتشوف الكابتن مرعي بيعمل ايه. اللي بس مركزين كل ماتش مع اوجستي انه لازم يطرد. هذا يعني اذا ما كنتش هتعمل معيار، يعني الناس ما عندهاش عقل لدرجه تقبل مثل هذا الكلام. ده كلام الحقيقه يعني مهزله. أنا بصف هذه العقوبات بالمهزلة لأنها جانبت كل عناصر العدالة والتوفيق. أنت كافئت اللي اخترق النظام، إن أوقفت له المدرب وحقق هدفه إنه يستفز المدرب ويتوقف، وغرمت الضيف إنه رد على الإساءات بإنه رمى إزازة ولا أزايز، الله أعلم إيه اللي حصل. وتجاهلت كمية العنف والاحتجاجات المتكررة في كل مشهد وفي كل ماتش. يعني برضو المرة اللي فاتت وجوسي بيخرج الكابتن مرعي بيتوجه إلى الترابيزة زعقلاه ولا يحدث شيء. ما تجيب لنا يا عم، احنا عمالين نستشهد بلقطة انت لسه جايبها. هات لقطة طرد في الملعب والحكم بيشاور له على بره عشان نشوف المدرب التاني بيعمل ايه اللي الناس عايزه تعديها باستمرار. لا لا لا، ما يحدث عمليه يعني قلب لطبيعه الامور
ال 30,000 جنيه. لا مش دي، مش دي، دي بعد ما خرج. ده بعد ما خرج اللقطه اللي قبليها، ولا دي اللي قبليها بقى. اللي قبليها. طيب. اه هيجيبها. ف ف ف ف يعني انا بندهش، وساعات لما ننفعل بننفعل لان مش لاقي. يعني انت لسه بنقول المحمودي وبنقول اهو اتفضل. ده الكوتش هناك ده منفعل ولا يعني بيعمل ايه؟ ما بيزعر اخر ولا بيعمل ايه؟ نفس الانفعال الاثنين، نفس الانفعال ونفس الزعيق. والحكم بيشاور لل، محدش يتكلم اصلا الحكم ازاي الكره بتاعت الزمالك اللي هو بيطلعها من على الباسكت. انت بتشيل كره رايحه على الباسكت. حتى يعني انا لما اكون شايف ان الحكم نعتبر انه ما شافهاش، ما قدرهاش، عايز ما يحسبهاش، بيحتوي يا سيدي، من عندي من اسباب التفوق اللي يخليني خلاص اهدى اهدى. ده فاضل خمس ست ثواني. يعني اوجست كان، انما احنا رفعنا فاتوره لقطه عشان حكم متربص. ده انا بالعكس، ده انا بقى احس بقى بالارتياب ما اروحش ناحيه الحكم في اللقطه دي، لان اذا كان هو مش عايز يحسب دي يبقى مستنين يصطادني في حاجه. اوجست كان بيدافع عن حق فرقته بطريقه، طب ما انت عاقبته في ساعتها وطردته. شوف لائحه الطرد من الملعب بتقول ماتش ولا اتنين. وفي نفس الوقت لما تشوف نفس الانفعال كل مره من المدرب المقابل ولا احد يذكرها. واحنا لو تذكر المره اللي فاتت وجوسي خارج والكابتن مرعي ماشي ورا الحكم يزعق له، وبعدين سابه راح على الترابيزه ما راحش ناحيته في اي حاجه. مش 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 عداله يعني. وانت لما تعمل كده يعني بتقنعنا بايه؟ بتقنعنا انك انت بتسيب الاصل وتمسك في الفرع. الاصل ان كل الامور ابتدت لان في ناس اخترقت نظام. هو انت لما بتقول ماتش بدون جمهور مش عندك تعليمات للحكم لو جمهور دخل توقف الماتش وبعد كده تلغيه؟ ولا عندك ايه التعليمات بتقول ايه؟ ان ما كانتش كده يبقى مسخره. إذا كانت شديد تعليمات مش ضد الزمالك بقى، ضد اللي يخالف. هتفرض القانون ازاي؟ هتفرض احترام قراراتك بدون هذا الكلام ازاي؟ اتحاد كرة اليد أستاذ إبراهيم بيقول لو حصل تجاوز من جمهور أحد الناديين لفظي بيدي ضربة جزاء على الفريق ويطرد واحد دقيقتين. ما هو وسيلة مش تقليدية. أيوه. بيسيطر بيها على الملعب، الملعب والانفلات. ايوه. ايه الصعوبه ان انت تعمل، انت قلت قرار ما تبتديش الماتش وفي جمهور، وقف بسيطه ودي مهله وبعدين الغي الماتش. ايه الصعب في كده؟ ايه هتجد ان النادي صاحب الملعب هيمنع الجمهور من بره. ما انت، طب انا عشان ما اعلقش على حاجه بدري، انت جايب لقطه لحتحوت وبيناقش الجرحي، نشوف عشان هناقشك في الموضوع ده. نشوف ايه اللي حصل بقى علشان يطرد اوجست. انا عايز اقول حاجه، الثلاث حكام بمراقب المباراه كابتن جلال والكباتن ايني سواء والمنشاوي وكابتن وائل، ثلاثه ناس يعني محترمين جدا. تمام. لكن انا قلت لكابتن جلال باللفظ قبل المباراه، قلت له يا كابتن جلال لو سمحت، قال لي الناس تخرج، احنا لعبنا في البحرين اهلي زمالك بجمهور. أيوة. ولعبنا في كل حته، ولعبنا في برج العرب اهلي زمالك بجمهور، بس في كريتيريا معينه احنا الجمهور بيخش على اساسها، اللي هي تذكرتي وتبليغ الامن والشرطه بتبقى مظبطه الموضوع، وتذكرتي بيبقى الدنيا معروف مين اللي داخل ومين اللي خارج، واللي بيخرج عن النص بيعملوا له بلوك، يعني في سيستم خلاص ماشيين بيه. فالسيستم ده ما حصلش، فاوريدي المباراه متدلغ يا جماعه من غير جمهور. قال لك ايه ساعتها كابتن جلال مراقب المباراه؟ حاضر هنخرج الناس. انا باللفظ كده قلت له يا كابتن جلال لو ما حصلش كده يعني ممكن هتحصل كارثه، هتتسبب في كارثه كده. تمام. لان انت مش عارف مين في الصاله ومين مش في الصاله. أيوة. تمام. مش عارف مين عايز يعمل ايه، مش عارف مين عايز يبوظ ايه، مش عارف اي حاجه. اوجستي كان ايه موقفه في اللقطه دي؟ هو ما كانش عنده مشكله خالص. تمام.
ايه اللي حصل بقى في لقطه طرده؟ حصل طبعا كان في قرارات تحكيميه عكسيه كتير من وجهه نظرنا يعني. فهو اتعصب لان كان في ثلاث اربع كور اعترض عليهم ورا بعض. والحكام يعني كابتن وائل كان ليه وجهه نظر ثانيه فتشدوا مع بعض. بس انا كنت حاسس كده الكابتن وائل انا بعتب عليه ان هو اخذ تكنيكال فاول من كابتن ايمي، فخلاص طبيعي طبيعي. احنا عندنا حتى فاول في كره السله كده لما بتدي للمدير الفني تكنيكال فاول بتبعد عنه. تمام، بتسيبه يطلع انفعاله مع نفسه او اللعيب حتى. انا حسيت ان في يعني كابتن وائل يعني جاي له مخصوص عشان يطرده بعد ما اداله التكنيكال فاول، كان مستني رد فعل اوجستي عشان يطرده. ده احساسك؟ ده احساسي طبعا. بس هي المشكله يا كابتن هاني ان احنا في مصر تحكيميا حتى لازم يكون في معيار واحد. ما ينفعش لما انت تلاقي في الناحيه الثانيه نزول وفي يعني انا مش هذكر طبعا، انا مش هذكر ايه اللي اتقال، بس يعني جمله اتقالت يعني ما ينفعش ان انا اقولها. من من الناحيه الثانيه من الجهاز الفني الناحيه الثانيه. تمام، وكابتن منشاوي الحكم، انا بقول لك كابتن منشاوي هو انت مستمع؟ اديني حقي، اديني تكنيكال فاول حقي. فبيهزر بيقول لي ايه اي دونت سبيك عربي، فاهم؟ اللي هو انا مش بتكلم عربي، اللي هو معناه انا مستمع لكن انا مش سامع، عامل مشكله، فاهم؟ وهو خارج اوجستي حصل اي مشكله اعتداء عليه باي شكل من الاشكال؟ طبعا احنا فرقه المرتبط والمدربين بتاعه المرتبط والاجهزه بتاعت النادي الاهلي كانت قاعده ورانا، حصل مشاده بينهم وبين الجمهور بقى اللي كان في الصاله. وكان بدا ان كان هيوصل لمرحله الاحتكاك في الممرات اللي ما بين المدرجات. والناس بقى اتدخلت في النص وفضت الموضوع، وطبعا احنا اصرينا ان احنا مش هنكمل المباراه لغايه ما الجمهور يطلع بره، عشان انت مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. كمان كل ما الماتش هيروح بقى للكوارتر الثالث والرابع وشده الاعصاب هتزيد، ممكن ردود الافعال تزيد. تمام. هو والله العظيم ثلاثه بيؤكد على الاسباب ضيقي من هذا الامر. وقال لك الالفاظ والانفعال من الطرف الثاني يعامل بمنتهى التجاهل، وتجي لي انت تبروز وتكبر وتضخم وتوضح احتجاج مدرب على لعبه. يعني احتج على لعبه، ها؟ وبعدين انت تيجي لي في العقوبات يقول لك احمد عزب ليه ما بدر منه؟ ايه اللي بدر منه عشان تقنعني بقى ان ده ماتش واحد؟ ليه ده عاقبته ماتش واحد؟ ليه ما بدر منه اللي هو ايه؟ الكلام اللي المغطي ده، ها؟ ليه ما بدر منه؟ شتم؟ اعتدى على، حاول يعتدي على المنافس؟ عمل ايه؟ وصف لي انت عاقبته ليه؟ انت طردت مدرب احتج على الحكم. وبعدين بيجي الجرحي قال نقطة مهمة جدا، قال ان احنا قبل الماتش انا رحت نبهت ان وجود الجمهور خطر، مش عشان احنا مش عايزين نلعب امام جماهير، لانك انت لو قلت الجمهور مسموح بتواجده كان هيبقى في اجراءات امنيه وتواجد امني يحول دون تعرضنا لاي مشكله، لاي مشكله زي ما حصل كده. فانت لما قلت ما فيش جمهور ايه اللي حصل؟ مفيش تواجد امني. فقال له انا بحذر جمهور بدون تواجد امني يبقى يهدد بمشاكل وقد تحدث كارثه، ما كان ينبغي ان تقام المباراه. طب انا عايز اسال بقى اتحاد كره السله، لو الاهلي قال انا مش لاعب من قبل المباراه كان هيعتبر الاهلي منسحب ولا كنت هتعاقب الاخل بالنظام؟ قرارك ايه؟ يعني أنا مندهش جدا 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 الحقيقة من شكل العقوبات اللي طلعت. يعني أنت لو مد العقوبات واستندت إلى اللائحة واتكلمت، لكن واضح إن جبنا كلام رئيس لجنة المسابقات كله إدانات، لأن الحضور الجماهيري هو سبب في كل ما حدث. وده مخالف للتعليمات ومخالف للوائح ومخالف ومخالف. فتاخد 30,000 بس أنا آخد أنا 20,000 أنا. زائد ايقافات زائد غرامه.
ماتشين و40 ألف جنيه على المدرب. وبعدين إيه عقوبتين يا جماعة؟ إيه عقوبتين على فعل واحد؟ يعني دول طلعت عقوبات يا إبراهيم. لا بالنسبة للمدرب ما طلع عقوبات. أنت طردته في الماتش. ما عقوبة الطرد إن في الماتش عقوبة الطرد وقفت مباراتين. لا ما هو العقوبة ممكن توقفوا المباراة التالية. أنت وقفت مباراتين عشان هيلعب قدام الزمالك ويرجع يلعب المباراة الأولى قدام الاتحاد من غير الكوتش. شغل بقى متفصل على قديمه. مفيش حاجة عشوائية. والغرامة وغرامه 40000 جنيه يعني حتى الارقام اللي مفروضه على الزمالك بوش واخد اكتر منها الراجل. لا الاثنين لما بدر منه زائد الجمهور اللي حضر رغم انفك واللي هدد سلامه المباراه واللي طلع ورجع واللي وتحرش بالحكم بالمدرب وبيحتك بعناصر اللعبه اللي رمت عليه ما رمت عليه ازاز لان شافت منه حاجه. ايوه الاثنين 40000 جنيه. الاهلي واخد 60000 جنيه 40 للمدرب و20 للنادي عشان المنافس دخل جمهور مش مفروض يخش. عشان الاستاذ وائل ابراهيم ايا كان اسمه الحكم شايف كده. شايف ان هو ده شايف ان احسب هنا وافوت هنا. عشان المنشاوي اي دونت سبيك انجلش يا ايه عربك كمان ايه ايه يقول له سامع يقول له انا ما بتكلمش عربي. خف الظل وافيهات ورايق قوي بت طيب انت عارف لما ردش ممكن تقول ما سمعش لكن لما يرد بالطريقه دي ده منتهى الاستهتار التهكم والاستخفاف بالموقف ومنتهى التخلي عن المسؤوليه الحقيقه. لانه انت على رايك لو ما علقش خالص اهو ما سمعش لكن يرد بالتهكم وبالطريقه دي ده منتهى التخلي عن المسؤوليه يعني او الانحياز. لما الاستاذ رئيس لجنه المسابقات على الهوا اهو حاول يخرج الجمهور وخرجه ورجع تاني بتكمل الماتش. طيب اوجست بوش بقى كان هو المتهم عند نيره الاحمر. نيره الاحمر عضو مجلس إدارة الزمالك فالمفروض كلامها دلوقتي مش إن هي قاعدة قدام الشاشة أو قدام الكاميرا لا هي بتتكلم كعضو مجلس إدارة في نادي الزمالك الجديد تكيل الاتهام لمستر أوجست بوش نشوفها. كان هناك بعض التصرفات الفردية أيضا على فكرة من قبل لاعبي الأهلي يعني عشان برضو نبقى متفقين ولكن تمام فكرة إن أنا كاتحاد كرة سلة في بعض عندي مشكلة واحدة بس إن في بعض التصرفات الفردية من قبل بعض لاعبي الأهلي ولكن من بداية الموسم كده لازم تكون في قرارات رادعة وغير بقى اللعيبة أولهم مستر أوجستي ده على رأس الناس اللي لازم تتعاقب. فبالنسبة لي فكرة إنه تغريمه والإيقاف مباراتين والكلام ده كله أنا شايفة أنه شكراً لأنه ده محتاجين طول الوقت الراجل لازم يبقى محتاج طول الوقت أنه هو مع كل غلط مع كل اعتراض سواء بيواجه الزمالك بيواجه مركز شباب أي حتة حضرتك لازم مع كل مباراة لما يعرف أن في عقوبات رادعة هياخد باله بعد كده لأن المشكلة مش في الأرقام ممكن الأرقام دي بالنسبة لأوجستي تكون بسيطة المشكلة أنه أكيد بعد كده النادي الأهلي مش هيقعد طول الموسم المدير الفني بتاعه موقوف وقاعد في المدرجات لأن أوجستي مثير للشغب مثير للشغب ومثير للمشاكل يعني دي قرارات محترمة تجاه أوجستي. عندي اعتراض بس وحيد في القرارات دي بمنتهى الأمانة إن كان في بعض التصرفات الفردية من لاعبي الأهلي ولكن الرياضة حاجة ترفيهية يا جماعة. قلت الرياضة دي الموظف والراجل الغلبان والراجل البسيط أبسط حاجة ممكن يعملها أنه يفتح التلفزيون يتفرج على ماتش وينبسط جدا وتكون بعد يوم طويل جدا من عذاب من شقاء عمل ومسؤوليات ومسؤوليات كتيرة قوي على كتافه ممكن أبسط حاجة ترفع عليه أنه يفتح ماتش دي بالنسبة له منتهى المتعة يعني. ف
فخلينا نمتعه، خلينا نبقى بيتفرج على متعة، ما بيتفرجش على حاجة مثيرة للأعصاب أكتر ومثيرة للشغف. يا جماعة الرياضة دي حاجة بسيطة، حاجة ترفيهية، واعرف إنه والله ما في حاجة مستاهلة، فيش حاجة مستاهلة للشغب اللي بيحصل وللشد والجذب فيش حاجة مستاهلة، دي رياضة جايين ننبسط، قابلة للمكسب والخسارة. أرجوكم تحملوا مسؤولية ده أرجوكم، وخليكم عارفين إنه فيش حاجة مستاهلة. والله يا نيرة هانم أنت ختمتي بجملة مش عارف بتوجهيها لينا وانت اولى توجهيها لنفسك صراحه، يعني انت قلت لي انها عضو مجلس اداره وعلى شاشه نادي الزمالك ونازله سلخ في الاهلي ولا ترى ان الزمالك اخطا في اي حاجه، فبتقول ما فيش حاجه مستاهله، ارجوكم تحملوا المسؤوليه. طب ما تتحمليها يا ستي يلي المفروض ان يكون هناك حساب لعدم التزام النادي بتطبيق قرار الاتحاد باللعب بدون جمهور، ولا دي مش مسؤوليه ولا مالكيش دعوه بيها، ولا انك انت شايفه ان اوجست بوش مثير للاحتقان لانه بيعترض على الحكم، لا شاور للجمهور ولا اتحرش بيه ولا جه ناحيته، احتج على لعبه والحكم طرده وما بصتيش على المدرب بتاعك بيعمل ايه خالص، ملاك في كل الماتشات، وفي الاخر بتوجه كلامها في لومها لبوش ولاعيب النادي الاهلي، ومن ثم النادي الاهلي طبعا تحملوا المسؤوليه. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. هشام بيه نصر، المسألة مش مسألة تغيير أسلوب الكلام، المسألة مسألة تغيير التوجه. استبشرنا خيرا بمبادرات وعايزين نمد إيدنا، ولكن بتهديد برضو إن عدتم عدنا. طب مين اللي عاد دلوقتي؟ هو الأهلي طلع منه حد قال أنا عايز العدالة مش تبقى كلها تدليل لنادي واحد، ولا ده عضو مجلس اداره اسمه احمد سليمان عندك طلع قال الكلام ده؟ هو انا طلعت هاجمتك كمجلس اداره وقلت لك جماهيرك عملت وجماهيرك عملت وجماهيرك عملت، ولا ده رد من اعلامنا على عقوبات استشهدنا فيها براي رئيس لجنه المسابقات؟ هو المفروض ان احنا نتقبل بقى تهديدك بان عدتم عدنا، ولا نطلب منك ايه؟ يعني كيف لمسؤوله في مجلس الاداره تطلع توجه هذا الكلام لضيوفها يا سيدي اللي كانوا عندها، اللي ما قامتش باي مجهود لحمايتهم غير انها تتصيد وتسقف الاتحاد في عقوبات هي يعني رحبت بيها طبعا، لانها هي كانت متوقعه حاجه تانية خالص. فوجئت، عقوبات كلها لمصلحتها، كل اللي ايه 30,000 جنيه واحمد عزب مباراه. طيب واضح ان اوجست بوش هو اللي في مرمى الكلام، حتى ايقافه انك توقفه مباراتين وحاطط في اعتبارك تأهل الأهلي ومن ثم ضرورة تغييبه كمان عن مباراة نصف النهائي مع الاتحاد، المسائل مش من فراغ. فيما لو في